اللقطه الثانيه، اللقطه الثانيه لقطه التغيير. الناس كانت بتتكلم على انه الجول وحلاوه الجول وقفش، لا في حاجات كتير ورا الجول ده. تعالى هات لي على طول ديانج وتغيير الديانج قبل ما نروح لاخر صوره. اخر صوره عايز معاها دقيقه واحده. فتغيير الديانج، بص الديانج هو نازل يا كريم، كلام الراجل معاه ايه؟ ديانج هيروح يبلغ ايه؟ في اول كورنج بريك هيتكلم معاه على ايه؟ طبعا. الاهلي قلب الطريقه من 4 3 3 لطريقه ميكس ما بين 4 3 3 4 2 3 1 ان هيلعب ديانج جنب اكرم توفيق، بس لما يبتدي الاهلي يعمل الضغط العكسي واحد بس من الاثنين هو اللي هيطلع والثاني هيثبت. بص هيروح يقول لاكرم ايه؟ هيقول له اثنين مش واحد، هنقف احنا الاثنين جنب بعض. هيرجع مارسيل كولر بعديها باربع دقائق يعيدها لهم يقول لهم انتوا الاثنين جنب بعض بتلعبوا. بص بص يا كريم اهي دي اللقطه. بص بقى في الكولينج بريك على طول هيروح هينادي عليه دلوقتي، هيكلم اكرم هيقول له انتوا الاثنين هتقفوا، انتوا كمل مشيها مشيها، هيقول له انتوا الاثنين تقفوا جنب بعض اكرم وديانج، هيقول له انتوا الاثنين واقفين اهو، بيشاور له خالد الجوادي بيقول له انتوا الاثنين تقفوا جنب بعض واحد. اكرم بيقول له لو انا رحت ديانج هيقف ولو ديانج راح انا هقف. الراجل بيحضر لكره الجول يا كريم انه هيلعب 4 2 3 1 بنزول قفشه بعديها بثلاث دقائق عشان قفشه يبقى بلاي ميكر في المكان محمي باثنين لعيبه. تعال اوريك بقى كره الجول مكان ديانج. ديانج فضل طول الوقت بيلعب اثنين، يطلع اكرم يرجع هو وديانج هو اللي بيميل ناحيه الشمال عشان يحمي مين؟ لعيب مهم قوي في كره الجول كريم فؤاد. كريم عشان يعمل عمليه الزياده لازم في واحد واقف وراه. فكولر راح عمل عمق هجومي بحاجه بسيطه جدا وحامي خط دفاعه بديانج واكرم طول الوقت. حلو. هتلاقي انه انا بعد مفاوضات فاضل لي دقيقتين بس. طب يلا هاخد دقيقه دي ودقيقه في اللي بعدها. يلا فبص هنا اللي عامل عمليه الزياده واللي داخل جوه الملعب كريم فؤاد، مين اللي واقف ورا وحاميه؟ ديانج. ما عملش عمليه الزياده علشان يدي الفرصه لقفشه انه يتواجد في المكان ده. فتغيير ديانج كانت تغييره مهمه جدا انه قدر يحمي خط دفاعه وسط الملعب بشكل كبير وقدر يعمل عمليه الزياده. ايه كمان اخر لقطه؟ قفشه كريم بالنسبه لي هو اكتر لعيب حاسم في النادي الاهلي في السنوات الاخيره. حلو. عنده اهداف مؤثره. حلو. اعرض واحنا بنتكلم. عنده اهداف مؤثره جدا جدا في كل المباريات المؤثره دي. لقطه في مباراه سيراميكا في ثاني اسبوع من الدوري الدقيقه 92 هدف بثلاث نقاط من راسيه غريبه جدا من قفشه لانه مش معتاد على الركلات. المباراه امام الزمالك صناعه وهدف في ربع ساعه، الراجل لعب ربع ساعه. كنا بنتكلم على محمد ناجي جده ان هو البديل السوبر، ما اظنش ان في بديل سوبر طبعا مع كل الاحترام لمحمد ناجي جده، بديل سوبر في الوقت الحالي والعصر الحالي اكتر من محمد مجدي قفشه. ربع ساعه قدام الزمالك صناعه لامام عاشور ثم تسجيل، واخيرا هدف النهارده اللي هقف عنده بعد ما الهدف يتلعب على طول وركز فيه عشان اسالك سؤال يا كريم اسال شاكر واسال الساده المشاهدين. يلا. عن ست اوجه للتشابه ما بين كوره هدف محمد مجدي قفشه قدام بيراميدز. أيوة. وهدف محمد مجدي قفشه في الزمالك فاينل كاس فاينل بطوله افريقيا 2020. ايه بقى؟ نجيب الصوره خلاص ماشي، وهات لنا الصوره والناس تتفرج على يقولوا ايه هم ست اوجه للتشابه. في جوائز؟ ايه في جوائز؟ والله انت ما طلعش جوائز انت شاعر بس ده الهدف. هاتوا يا جماعه الصوره، هات لنا الصوره على طول، هات الصوره بقى وترشنا على طول. يلا هات لنا الصوره عشان اقول يا جيمي. اخر دقيقه. بص يا كريم حاول انت تجيب وانا هقول بعد 10 ثواني. اقول ايه؟ قول انت محمود. حاول انت تجيب اوجه التشابه في الكورتين. الكره اللي على الشمال هي هدف محمد مجدي قفشه في فاينل افريقيا 2020، وده هدف محمد مجدي قفشه في بيراميدز اللي ودى الدوري شويه ناحيه النادي الاهلي. قول انت على طول بقى. نفس اللاعب، نفس الملعب، نفس الدقيقه، نفس المدافع رقم 4 احمد سامي هناك محمود علاء، نفس المهاجم، نفس اللعيب المغربي اللي بيبص على الكوره بنفس الطريقه. اشرف بن شرقي في مباراه نهائي افريقيا، وليد الكارتي في المباراه الثانيه، واخيرا تيشيرت احمر. انا زكي مش قال لك وقت الشباب حلو. طبعا ماشي. اخيرا ايه؟ اخيرا انا بتفق جدا مع محمود، محمد مجدي قفشه محتاج ويستحق جدا جدا انه ياخد على الاقل بعض المباريات اساسي في اطار الروتيشن، وبعض المباريات على الاقل ياخد 30 دقيقه في كل المباريات اللي جايه، لان انا عارف ان هو مضغوط جدا وعارف انه يستحق. ممتاز.